تورته بالشوكولا، راح نديرو الفوندو شوكولا. جو سيك سي ان كلاسيك، الدنيا كاع دارتو، الدنيا كاع شافتو، لكن الفوندو شوكولا تاعنا راح نديروه بدون ماده دسمه، يعني نعوضوا الماده الدسمه بالفاكهه ولا بالخضره. كيما هنا اون فون بلاسي لو بور، راح نعوضوا الزبده بلا كومبوت دو بوم. كومبوت دو بوم تشوها ولا ديروها تما، مهم ضروري انها تكون بدون سكر. ومون فون انلفي لو غرا. وهنا راح نوريكم، راح نستعملوا سيت اباري يعيطوا لو كيك فاكتوري من عند تيفال. الوصفه تاعنا فيها شوكولا سوداء، راح نديروا اوبتيلا شوكولا سوداء. عندنا 3 بيض، عندنا سكر، عندنا لا كومبوت دو بوم، وعندنا شويه نتاع الفرينه. بسم الله. دونك اون فابون اول خطوه اننا ندوبوا الشوكولا في الحمام المائي ولا في الميكرون. الو انا راح نحتاج 200 غرام شوكولا سوداء، هذه فيها 240 غرام، نقلع منها شويه. وكيما نقولوا دائما ضروري اننا اونفالو اشي بالخدمه نتاعنا، باش كي تذوبيه تسهل عليك عمليه التذويب. وهنا راح نديرو اون بول، وهنا راح ندوبو ميكرون. كيما قلنا كل مره كي تذوب في ميكرون ما ديريش دقائق ثلاثه، ديري ب 30 ثانيه وانت تخلطي حتى يذوب لك بو ريبارتير، باش تعاود توزعي الحراره اللي فيه. في هذا الوقت انا واش راح ندير، تك انا كملت، راح نوجدو لو ريست. راح نضربو 3 بيضات مع السكر، واحد 2 3 داكور. نخرج بخون لو فوي. هنا راح نضرب كيما قلت لك، راح نضيف له سكر. الوغ الناس اللي حابه فريمون هالتي ممكن تنقصي فعلا كميه السكر اللي فيه ولا ما ديريش كاع. انا جو كونسيدير كو لا كومبوت دو بوم تكفي، لكن فوالا غالب tu peux pas non plus. احنا الذوق نتاعنا شفتو في الجزائر، جو سي با عليه، اون ا اون بوش تري سوكري. نشوف الشوكولا جو لا ريبارتي ونكملو الهضره. كي شغل عندك حاجه ساكنت لك في راسك تقول لك باللي لا راح يكون لي حاجه مسكره، راح يكون لي حاجه، مش حاجه مسكره. دوك هنا نزيد لها غير شويه. شوفوا كي كون ما حركتهاش كيما هكا ممكن تنحرق. دوك هنايا فات عليها 1 مينوت، نزيد لها واحد كالكو سكوند وتكون واجده. الوقت اللي هي راها توجد عاود جو برون لا كومبوت دو بوم اللي قلت لك راح تعوضنا الماده الدسمه. فوالا ونخلط. هاي تكون وجدت لي الشوكولا، باش نجيبها. كي بون فوالا، الي بيل. ها وجدت. واش ندير؟ جو بخون اون كويير، نو جو بخون اون سباتول داكور، ونفرغها هنا ونخلط. Le fondant, c'est un jeu d'enfant. C'est la cuisson de terre, en fait. Tout le pari, c'est que باش يكون عندنا un cœur fondant. يعني هذاك plutôt coulant. يعني هذاك القلب نتاعو يهود بيان. دونك هنا نخلط. ونزيد لها كمية قليلة من الفرينة. نخلط مليح بور بيان ايميلسيوني لاباري تاعي. ضروري جدا انك تخلطي مليح بور كيل ترونش با. فوالا. نضيفو لها كمية تاع الفرينة لي عندنا، كمية قليلة تاع الفرينة. و اوني اون تخان تشيغشي
un cœur coulant. D'accord? Voilà, c'est bon, je te lis. Je vais utiliser mon Cake Factory. Je vais une ferra. Avec les petits moules. هذا الشيك يطيبوها عالمة فريمون تو لي كيك الو انت لاك تشوفيا دير كادو لمرتك في دي مير دي فام دير لها كادو غير انت راك تروح تستغله زعما بيناتنا غير انت راح تستغله دوك هنا نكمل كامل نفرغ فيها C'est gourmand le chocolat. C'est gourmand. Voilà. Ou donc, nous programmer, ouais. يطيبوا لمدة 6 دقائق بعد نقلوه نخلوه يبرد ونديروه هذا مكان